خليني اجي لك يا كابتن، يمكن حضرتك مدرب لميس في المنتخب وفي النادي، الاثنين في النادي وفي المنتخب. تمام. اكيد طبعا، يعني انت لما بتبقى مدربه في النادي طبعا ده النادي الاهلي، بتدي كل وقتك وجهدك. في المنتخب انت عندك قماشه اكبر، عندك لعيبه اكتر، فبيكون الاختيار هنا صعب، ما بقاش بس على النادي الاهلي. طب ازاي النهارده اخترنا لميس وازاي وصلنا بيها لافريقيا؟ هو اختيار اللعيبه اللي بتسافر لبطولات افريقيا او البطولات الدوليه بيخضع الاول لمعايير المنتخب هو اللي بيحطها. زي ايه مثلا؟ التصفيه بين اللعيبه وبعضها. مين اللي بيخش التصفيه؟ المصنفين الكام مثلا؟ المصنفين اللي هم ابطال الجمهوريه اول تاني تالت رابع لحد الثامن، يعني اخر تصفيه احنا عملناها اللي هم هيسافر منها ابطال افريقيا اللي هيلعبوا بطوله افريقيا كانت من الاول للثامن في كل مرحله سنه، يعني اول وثامن بتاخدوهم زي معسكر وبعد كده بيبتدي التصفيه ما بينهم. تمام. بناخد كام لاعب او كام لعيبه من مرحله؟ لا احنا كنا بطوله افريقيا بناخد الاول بس. بس يعني الثمانيه لميس طلعت اولهم؟ لا مش الثمانيه كمان، ده احنا عندنا كان التصفيه بتاعت المنتخب بين مرحله 2007 وكان في لعيبه 2008. مع النهارده وكان ادم 2008. تمام. فدخل صفها من 2007 بالظبط. الله اكبر. لان هي بتخضع ثلاث مراحل سنيه مع بعضها فعلا. يعني انتوا، طب انتوا كنتوا 7 8 وكام؟ و 2007 2008 و 9 وكان في جزء 2009 هو هتبقى بين 7 و8. يعني ده دي يعني مرحلة يعني الناشئين. 16 لاعب ولاعيبه كده ولا في الجمهوريه بتبقى 2008 و7 بيلعبوا مع بعض برضه؟ لا احنا واخدين كمان من كل مرحله 8 لعيبه، يعني 24 لعيب ما بين 2007 و8 و9. وما شاء الله لميس وادم هيكون معانا كمان شويه. بالزبط. خدوا الاول وراحوا افريقيا. لا الموضوع صعب. وكمان الكاتا هم بيلعبوا كاتا، الكاتا لعبه استعراضيه اكتر، فالهمسه بتفرق يعني طبعا. يعني محتاجه تركيز كبير جدا. وبعدين المعيار ده اللي بيطبقه الحكام مش احنا كمان كمدربين. لا يعني مش انت كمدرب، هو بيخلي الموضوع عشان يبقى فير اكتر حكام الاتحاد هم اللي بيختاروا، بيبقى في لجنه حكام طبعا، حكام كلهم دوليين وهم اللي بتبقى طبعا الكومبيتيشن بتاعتهم بتبقى منافسات اللعيبه صعبه، بتقسم مجموعات. طبعا صعب خلاص. وبناخد رقم واحد بس في التصفيه.